قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بالاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين ارتداء لاعبي الأهلي والزمالك قمصانا تذكارية مزينة بصورة الشهيد أحمد منسي والذي استشهد مؤخرا في الهجوم الإرهابي برفح تخليدا لشهدائنا الأبرار الذين استشهدوا في حماية الوطن، وذلك في مباراة القمة بين ناديين المقرر إقامتها يوم 17 يوليو في الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري العام. دعا مجلس إدارة اتحاد الكرة شهداء الوطن الذين راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي الغاشم.